إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي قناة أندرويد 18. إذا إخواني اليوم حلقة جديدة وشرح جديد يخص لعبة جديدة، يعني ما راح يكون جيم بلاي وإنما راح يكون شرح يخص هذه اللعبة التي سبق وأن شرحت عنها سلفا، ولكن لا بأس أن نقوم بالتذكير وأيضا ما هي الأشياء الجديدة التي قاموا بإضافتها إلى هذه النسخة. فأول شيء إخواني، اسم هذه اللعبة هو كود لايف نيم، هذا هو الاسم الكامل الخاص بهذه اللعبة. مضمون اللعبة هو يشبه بشكل كبير لعبة دايز جون المتوفرة على تقريبا جل المنصات إلا منصة الأندرويد والآيوس غير متوفرة حاليا. فهذه اللعبة من تطوير شركة تنسنت جيم، يعني نفس الشركة المطورة إلى لعبة بابجي موبايل، وحتى مضمون الأيقونات والحركات يعني سوف يعني تشبهونها أنتم بأنفسكم إلى لعبة بابجي موبايل. أيضا إخواني، هذا الإعلان كان من المفترض أن اللعبة كانت أن تطرح في 22 من الشهر الماضي من الشهر الثامن، ولكن للأسف يعني ذاك التاريخ الذي قاموا بذكره هي فعليا تم الطرح، ولكن فقط لتجربة اللعبة في مؤتمر شاينا جوي، وكان يخص أيضا حتى المطورين أو بعض الأشخاص الذين قاموا باختيارهم من أجل تجربة هذه اللعبة إلى أن يتم الطرح الرسمي. فيعني تأخر تاريخ الطرح لأنه كان من المفترض أنها تطرح في 22، وهذه المعلومة أيضا أنا كانت لدي إخواني، ولكن للأسف فقاموا بتجربة وليس إلى يعني الكشف عن اللعبة في أول جيم بلاي، لأنه في الأول كان فقط تريلر يخص اللعبة وبعدها قاموا بالكشف عن أول جيم بلاي. المهم الجيم بلاي سوف أترككم يعني بعد نهاية الشرح سوف أترككم تتابعون كل هذا الجيم بلاي لمن أراد استكمال الفيديو. طبعا أيضا بالنسبة للروابط إخواني وبالنسبة للنسخ المتوفرة سوف تتوفر بلغة إنجليزية وبلغة صينية، إذن سوف تكون لدينا نسخة إنجليزية ونسخة صينية، لكن الأكيد أن النسخة الصينية هي من ستتوفر أولا، هذا يعني من وجهة نظري وحسب توقعاتي، أتمنى أن أكون يعني منصفا فيها. أوكي. أيضا بالنسبة إخواني للروابط كما أخبرتكم سوف تجدونها في وصف هذا الفيديو للتسجيل المسبق أو للطلب المسبق التي يخص هذه اللعبة، وسوف تكون لكلا النظامين سواء الأندرويد أو الآيفون، يمكنكم طلب النسخة في وصف هذا الفيديو، الرابط سوف تجدونها. لكن الشيء المهم إخواني هو أنه حتى من مضمون هذه اللعبة والله حركات رهيبة جدا، الجرافيك رهيب جدا إخواني، لا تأخذوا بعين الاعتبار هذا الجيم بلاي لأنه يعني مسجل يعني لهذا سوف تنقص الجودة، ولكن تأكدوا أنه نفس الجرافيك الموجود إلى على لعبة بابجي موبايل. حتى بالنسبة للأجهزة التي سوف تشغل هذه اللعبة إخواني هي سوف تكون نفس الأجهزة المشغلة للعبة بابجي موبايل. الشركة المطورة هي تنسنت جيم كما أخبرتكم، يعني إلى الحين ليس لدي تاريخ، لم يتم ذكر تاريخ بعد التاريخ الذي قاموا بذكره والإعلان عن هذه اللعبة به، والذي كان أيضا كما ذكرت لكم في مؤتمر شاينا جوي. غير ذلك ليست لدي أي معلومة على تاريخ الطرح، وإن توفر أي شيء جديد بإذن الله سوف أشاركه معكم مباشرة. إلى الحين يمكنكم فقط طلب النسخة وطلب اللعبة. فيلا أتمنى من صميم قلب أي شخص استفاد من هذا الفيديو ومن هذا الشرح ألا يبخل علي كالعادة بمشاركة الفيديو مع أصدقائه وأن لا يبخل علي بلايك للفيديو. إلى هنا دمتم في رعاية الله وحفظه، سوف أترككم مع بقية هذا الفيديو حتى تستمتعون بالجيم بلاي الكلي الذي خصته اللعبة. فيلا فرجة ممتعة، لايكاتكم شباب ومع السلامة، نلتقي في جيم بلاي آخر بإذن الله أو حلقة أو شرح آخر عن لعبة جديدة بإذن الله. فيلا دمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة، فرجة ممتعة.